الموهبة وحده ما كافياش في كرة القدم، حتى الا زدنا العمل المتواصل ما غاديش نوصلوا شي نتيجة كبيرة في غياب واحد العامل مهم الا هو الانضباط. فهاد الاخير كيخليك تحظى بثقة المدربين والجمهور، كيخليك محط احترام من كل زملائك، شي اللي كينعكس ايجابيا على المسيرة الكروية ديالك. وضيفنا اليوم كان من اعظم المواهب الفنية بانجلترا، رفقة نجوم كان متفوق عليهم بكثير، لكن دارت الوقت ولو من بين احسن لاعبين العالميين، بينما هو كيقلب بجود عن فارق حتى الى القاه كيتقاتل باش يكون اساسي. ضيفنا اليوم ملك القنطرات الصغيرة عادل تعرابت. What an inspiration he has been to Queens Park Rangers, not just today but all season. What a signing by Neil Warnock. No, he's not fit. He's not fit to play football, unfortunately. He played in a reserve game the other day and I could have run about more than he did. صلاح الدين بصير مستودع يفتح تعادل للرجاء روغ عميل بن شرقي ارديو عادل زاد مدينة تشازا يوم 24 مايو 1989، وسط أسرة كانت مستعدة لمغادرة أرض الوطن. غير كبر شوية هاجروا لجنوب فرنسا، بالضبط بيرليتون فين يدوز معظم الطفولة ديالو ويلعب مع عدة فرق صغيرة من بير إس سي إيس فيترول قبل ما يتم رصده وإقحامه لمركز تكويلا غاية تابع نادي إيرسي لونس، مركز اللي احدث بالتوازي مع قدوم عادل، شي اللي خلاه يعيش الهواية ديالو باحترافية بعيدا عن الأسرة الصغيرة، وتدرج بين فئات النادي حتى وصل للفريق الرديف بعد 5 سنوات، أبان فيها الرغبة كبيرة وفنيات عالية، ليتم إدراجه بتشكيل الفريق الأول من المدرب غونزي جيلو واللائقه ضد نادي سوشو لأول مرة وآخر مرة. فمزاجية اللاعب خلاه يبدي رغبة في الرحيل عن النادي بعد خصامه مع زميله غريغوري فينيال، ثم عدم رغبة النادي في إشراكه في العديد من المقابلات بحجة أنه لازال شاب، وقع راسه في عقد مع نادي توتنهام الإنجليزي لمدة 5 سنوات يفعل بعد بلوغ 18، بالتوازي مع مشاركته بقميص المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات السنية، مشاركات اللي كانت سبب في اكتشاف منقبي سبيرز الموهبة عادل، وبدأ اللاعب بالبريمير ليغ مشاركا في مقابلتين في أول موسم ليه مجموع 30 دقيقة. ليطيل في الموسم الموالي بفرص أكبر، لكن تظل باهتة مقارنة بحجم موهبة الفتى المغربي. خلى ذكرى جميلة أمام الجمهور اللندني، قنطرة صغيرة كانت بداية شهرة من نوع آخر لعادل، بحيث تم تداول فيديو اللقطة في جميع أنحاء العالم. بعد موسمين ونصف اش قرر إعارة تعرب النادي بالدرجة الثانية لعله ينضج ويولي أكثر فعالية، والنادي كان كوينك باك رينجرز، نادي اللي جماهيره ما كانوش عارفين أنه هاد الشاب غادي يخلي أثر كبير في قلوبهم. الحب اللي استقبل به عادل من جماهير النادي تعطش باش يردوا اليوم في أولى المقابلات، وأصبحت الهتافات تسمع بعد كل لمسة ليه للكرة. وسرعان ما أصبح أحد نجوم الشامبيونشيب، مهارات وأهداف استثنائية، فموسمه الأول كان فقط باش يحط رجله في المنافسة ويدير مقابلات بعد عدة مواسم باهتة، شي اللي خلى المدرب روجي لومار ينادي عليه لحمل القميص الوطني في أول مقابلة ضد المنتخب التشيكي، ثم منتخب الكابون لتتوالى المقابلات ويزيد حب الشعب المغربي العادل. حاجة واحدة، مهارته الاستثنائية. ثبت المباراة الودية مباراة المنتخب المغربي والمنتخب التشيكي إلى تعربت إلى الذي يحاول إبراز ذاته
تمرير الكرة في اتجاه منير الحمدي. هذه الفرصة لو كانت قريبة من منير الحمداوي تعرفت محاولة المراوغة بطريقة جميلة، محاولة إبراز الذات بطريقة فنية ورقية ركنية لمصلحة المنتخب المغربي. عادي تعرفت موسم 2010-2011 عادي الخرج أفضل نسخة عنده من كل شيء، مراوغات أهداف وأسيستات. أبهر الكل وكان أحد أكبر المساهمين في فوز النادي ببطولة الشامبيونشيب والصعود للبريمير ليج. فطبيعي أن يفوز بجائزة أفضل لاعب بالسنة وأفضل ممرر. موسم اللي طلعوا فيه أسهم النجم المغربي في سوق الانتقالات، حيث ولا مطمع لكل النوادي داخل إنجلترا وخارجها. لاعب اللي دخل الجمهور في حالات من العشق والإعجاب، خلاتهم يخرجوا أغنية باسمه كيتغنوا بها في كل مقابلة. عادل شحال ما هضرتش عليه، ما تقدرش توصف أداؤه في ذلك الموسم. In with a fantastic goal. Adel Terabt with a mesmerizing display of skill, pace and touch before perfectly placing the ball past Andy Lonergan. A moment of brilliance to break the deadlock. الموسم الموالي عادل ما كانش نفس مستوى الموسم السابق، ربما بصعوبة المنافسة بالبريمير ليج، لكن هادشي ما منعوش من التألق في عدة مقابلات ضد أقوى الأندية الإنجليزية. أما مع المنتخب فرسميته كانت لا تناقش رغم تغيير المدربين، لكن هادشي ما غاديش يكمل مزيان. قبل المباراة الشهيرة ضد الجزائر غادر عادل المعسكر مباشرة بعد ما عرف أنه ما غيكونش في التشكيلة الأساسية، ليعلن بتمرده عن بداية قطيعة مع المنتخب. فغيرجع لإنجلترا بعد أشهر قليلة، هذه كوينز بارك رينجرز أعلن تعاقده مع المدرب هاري ريدنا في نبدا الفصل المظلم في قصة البطل المغربي. هاري في البداية كان ديما ما كيقدرش يخبي إعجابه بموهبة عادل وبمساهمته الكبيرة مع النادي. Well, got a future. He's an amazing talent, you know, an amazing talent with the ball. He's got a, he can still, you know, he can still do more without the ball. I think, you know, but he's a top player. In possession of the ball, and he's a player that's a match winner. So we've got to get the best out of it. We've got to keep him, you know. لكن الوضع يتبدل مع مرور الوقت، مما جعل مستوى عادل يهبط تدريجيا. في الوقت اللي كان هاري كيروج عليه عدة أخبار أمام العالم، فأمام كل هذه المعطيات، قررت إدارة النادي البحث عن حل أوسط بالمدرب ونجم الفارق لتتم الإعارة بنادي فولهام. في الوقت اللي كان مطلب كبريات الأندية العالمية، أهمها ريال مدريد، واللي قامش بانتداب زميليه السابقين غاريث بيل ولوكا. هذا الأخير صرح أنه عادل بمستوياته الفنية كان بسهولة يقدر يلعب في ريال مدريد. أبدأ الموسم مع فولهام لكن ما دارش ضجة كبيرة، داس كلاعب عادي كلعب ماتش وماتش لا، فسال نصف الموسم بهدف واحد. يتقرر إعارته مرة أخرى، لكن هذه المرة خارج إنجلترا والنادي كان إيس ميلان العريق. الدوري الإيطالي كان فرصة لعادل باش يرجع للتعلق دياله، خاصة أنه كان محط إعجاب وثقة من المدرب كلورانس سيدورف. دخل في أول مقابلة ضد نادي نابولي وقدم رأس الجمهور الميلان. لتتوالى المقابلات ويكمل في إبداعاته بأهداف ومهارات خلات الكل يجزم باستمرار رفقة الروسوناري. لكن رحيل سيدورف وتعويضه بإنزاغي صعب الأمور، خاصة أنه كان عنده تصور وتكتيك آخر وغير الكلورنس. فرجع الكوينز بارك رينجرز نية العودة الأمجاد مع النادي، فلقى قدامه ريدنا قام باستبعاده بالمعسكر التدريبي بحواره الشهير اللي أكد فيه أنه عادي لا يصلح لكرة القدم وما كيقدرش يجري بسبب الوزن الزائد. No, he's not fit. He's not fit to play football, unfortunately. He played in a reserve game the other day.
and I could have run about more than he did. رد عليه المغربي انه مجرد كاذب وكيحاول يبرر الفشل ديالو مع النادي. حوار صحفي ارفقه بصوره كتبين عكس كلام ريدنا انه تعرابش في حاله جيده. نتيجه هذا الخلاف كانت خوضوا 7 مقابلات طيله الموسم لتعلن البدايه الفعليه لنهايه النجم المغربي اللي خانوا الانضباط وتجنب المشاكل في اوج المسار ديالو. 12 يونيو 2015 على النادي بنفيكا توقيع عقد مدته 5 سنوات مع عادل اللي كان همه الوحيد نسيان الماضي والعوده للتعلق. ماضي اللي بقى تابعه بتصرفاته ووزنه الزائد الشيء اللي خلى المدرب يجمدو في دكه البدلاء. وتكرر سيناريو عادل وريدنا من هاجم المغربي مدرب الفريق تجاهله وعدم الاعتماد عليه بتاتا ليدخل المغربي في دوامه مشاكل رفقه النادي الاحمر دامت 3 سنة ونصف. سلاش باعاره النادي كان مثابه طوق نجاح مسيره النجم والفريق كان نادي جينوا بالسيريا نادي اللي ثق في عادل في أسوأ أيامه ورجعوا للتباري بالكالتشيو بدا كيدير ماتشات في رجليه وكيرجع الثقة شوية بشوية. مع جينوا عادل لعب في نصف الموسم الأول 6 مقابلات بالسيريا عطى فيها 3 أسيستات ثم 22 مقابلة بالموسم الموالي سجل فيها هدفين وعطى 2 أسيستات. أرقام ضعيفة مقارنة بالماضي لكن على الأقل أرجع للتباري ورجع لنادي بنفيكا بعد انتهاء العقد أو بالأحرى نادي بنفيكا بي حيث أنه كان غير مرغوب فيه من المدرب روي فيتوريا والحسن حظه أنه مدرب الفريق الرديف البنفيكا برونو يطلع الموسم الموالي لتدريب الفريق الأول فما كان منه إلا يطلع عادل معه ويشد بيده لينقذ ما يمكن إنقاذه في مسيرة النجم المغربي. وحيت مشكلة عادل كاملة كاينة في العقلية والمحيط ديالو قرر يغير من نمط العيش وياخذ حياته الرياضية بالشكل الصحيح تقليل أصدقائه واتباع نمط عيش صحي بانت نتائجه بسرعة رغم إرجاعه من المدرب للوراء للعب أدوار دفاعية أكثر حاجة لما نساتوش في الهواية ديالو. فاز رفقة بنفيكا بالبطولة والسوبر وأصبح مع مرور الوقت واحد من ركائز الفريق المحبوبين من جماهير النادي. أكثر من هذا الشيء غيتحل قدامه باب المنتخب المغربي مرة أخرى بعد ما نادى عليه البوسني وحيد علي لوزيتش واللي شاف فيه نضج كروي ورغبة كبيرة في تعويض كل ما فات. تعرفت اللي كل شيء فقد فيه الثقة قالوا أنه سالم عن نهايته بكوين بارك. ما تنساوش حتى تشوفوا تشتركوا بالقناة وتبارطاجيو الفيديو. كان معكم مروان تهلاو.